السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في حلقة سابقة على الأسباب ديال فشل المشاريع، وتكلمنا على السبب الأول والأهم والأخطر، وهو المناهج ديال التعليم اللي كتهمل غرس العقلية والمبادئ ديال الاستثمار في الأجيال منذ نعومة الأظفار ديالهم. إلا بغينا يكون عندنا واحد الجيل في المستقبل متهيئ ثقافيا ومعنويا ونفسيا انه باش يدخل المجال ديال الاستثمار ويواجه المتطلبات ديال الاستثمار بالتقلبات ديالها، فهاد القضيه خصها تغرس كيف كنا قلنا منذ الصيبه، ماشي حتى كيكبر الانسان وكيتقدم في العمر وكيكمل الدراسه ديالو وربما كيولج لشي عمل او شي مهنه او كيكون اجير وعاد كيبدا يفكر في الاستثمار، عاد كيصطدم بان ما عنده حتى شي فكره على الاستثمار وكتكون هنا المشاكل. وفي حلقه ثانيه كنا تكلمنا على الاخطاء القاتله اللي كتقتل اي مشروع تجاري، الاخطاء اللي كتحكم عليه بالفشل من الانطلاقه. وكنا تكلمنا طبعا على الطغيان ديال التقليد في نهج اي مشروع، ان الانسان كيبدا يقلد هذا خطا قاتل. وكنا تكلمنا من الأخطاء القاتلة أن الإنسان في الحياة ديالو الاستثمارية كيستثمر في مجال واحد وكيراهن على مشروع واحد، هذا خطورة. وكنا تكلمنا على الخطورة الثالثة اللي هي العقلية ديال التسرع في الربح، بحيث أن الإنسان كيعتقد بأنه أي مشروع دار فغادي يبدا ينتج الأرباح مباشرة بعد الافتتاح ديالو. فالحلقة اليوم غادي نتكلموا على بعض الأخطاء اللي ما كتقتلش المشاريع ولكن كتحطمها وكتخليها كتستهلك المزيد من الوقت والمزيد من الجهد وكتستنزف الطاقة ديالها وما كتعطيش النتائج اللي عادة خصها تكون، يعني كتعرقل وكتجعل أن الإنسان كيضيع له الوقت بزاف وكيضيع له الجهد بزاف والنتائج كتكون قليلة. وهذه الأخطاء هذه هي غير قاتلة كيف قلنا ولكنها صعبة بزاف. من هذه الأخطاء اللي كتهدد المشاريع خصوصا الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، لأن المشاريع الكبرى كتكون عندها هيكلة، كيكون عندها تنظيم، كيكون عندها طرق كيفاش تكتشف الصعوبات، كيفاش تتعامل مع المستجدات. ولكن المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا هذه هي اللي كتأثر أكثر وأكثر. من هاد الأخطاء أن الإنسان من اللي كينطلق في المشروع كتكون عنده واحد النقص ديال المعلومات والتفاصيل، هذه من الأخطاء، بحيث أن الإنسان كيعتقد بأنه المشروع شنو هو، المشروع هو أنه يكون عندك محل وتكون عندك بضاعة ويكونوا عندك ممولين ويكونوا عندك زبناء فقط، وما كتكونش عنده التفاصيل الدقيقة والكافية لأي مشروع. هذه من المسائل اللي كتأثر على المشروع، بحيث أن الإنسان حتى كيدخل المعمعة عاد كيتفاجئ بأنه همل واحد العدة تفاصيل عديدة. هذه من الأخطاء. من الأخطاء الأخرى اللي كتنتج على أن الإنسان كينطلق بلا تفاصيل، من الأخطاء اللي كيوقع فيها هو نقص السيولة. علاش؟ لأن الإنسان من اللي كينوي يدخل واحد المشروع كيدير واحد التقديرات ديالو أولية، وغالبا كيدير واحد دراسات الجدوى، وهاد دراسات الجدوى ما للأسف ما كدار حتى كتطلبها البنكة، عاد كيدير هاد دراسات الجدوى، وكيدير هاد دراسات الجدوى كيمشي كيديرها لشي واحد وكيقدمها للبنكة، والبنكة كتعطيه قروض باش ينطلق في المسائل ديالو، من بعد كيلاوح ديك دراسات الجدوى، يعني كيصايبو ماشي باش يلتزم به، وهو واحد بمثابة التصميم او بمثابة واحد البلان اللي غادي يأثر له الطريق ديالو، لا، كيكون بمثابة واحد الوسيلة باش يحصل على قروض، من بعد كيلاوحو كيكمل المسائل ديالو. إذن هاد عدم الالتزام كيجعلو انه في التقديرات ديالو كيبدا يقدر المشروع بانه غادي نقام بواحد الكلفه، فاذا به ملي كيدخل المعمعه كيكتشف بانه راه بزاف ديال الحوايج هملهم النهار الاولي، وبالتالي كتكون عنده السيوله ناقصه، يعني ما عندوش باش يكمل. مثلا ان الانسان كيقول انا عندي مشروع
عندي مثلا الكراء او العقار غادي نقام بكذا وكذا، التجهيز غادي نقام بكذا وكذا، الستوك او السلعه اللي غادي نجيبها غادي نحتاج كذا وكذا، فقط وكينطلق كيبني على داك الشيء. فاذا به من اللي كيدخل كيلقى راسو همل بزاف ديال التفاصيل، مثلا ترونسبور، مثلا المصاريف ديال استغلال المحل التجاري، مثلا المصاريف ديال التشغيل، مثلا يعني المصاريف ديال المسائل اللي كتعرض للتلف، يعني كيهمل واحد بزاف. فاذا به من اللي كيدخل المعمعه هنا كتلقى عنده تقاضات، داك الشيء اللي عوال يخدم به كيتقاضى وبالتالي كيبقى حاصل. كتلقى فيما هذاك كيتكلم مع شي واحد كيقول له ما كاينش راس المال، ما كاينش كذا، ما كاينش تمويل، ما كاينش كذا الى غير ذلك. هذا هو من الاخطاء اللي كتربك المشروع، بحيث انه الانسان قبل ما يدخل في هذا المشروع خاصو يدير له الحساب ديالو كامل، وخاصو ما يهملش التفاصيل، وخاصو يتصنت انصات جيد، وما يحكمش على المشاريع انطلاقا من الظاهر، يدوز مثلا غير من القدام ويشوف واحد المشروع ويبدا يقول هذا اذن كيحتاج كذا كيحتاج كذا كيحتاج كذا، وكيبدا يقيد وكيمشي كيجيب الله بان صافي هذاك هو المشروع غادي يدير بحاله الى غير ذلك. في حين انه ملي كتقلب المول المشروع اللي كتلقاه ناجح كتلقى بان عنده تفاصيل وتفاصيل، وكتلقى بانه معاناه، وكتلقى بانه صابر، وكتلقى واحد الخدمه اللي كتكون تحتيه ما كيشوفهاش الانسان اللي على برا. اذا هذه من الاخطاء الكبيره اللي كتاثر على المشاريع. من الاخطاء ايضا هو انه كيكون العكس ديال نقص التمويل، ملي كيكون مثلا راس مال زايد، ان الانسان في الانطلاقه ديالو كيعتقد بانه قد ما كان راس مال كبير وقد ما كان حجم استثمار كبير قد ما كيكون نجاح كبير، وهذه من الاخطاء. علاش؟ لان الانسان ملي كيجيب واحد التمويل كبير فكنلقاه غالبا كيحاول ما امكن يصرفوا في المظاهر فقط، مثلا في الواجهات ديال المحلات، في الديكور، في الزينه، في مسائل اللي ربما كتكون تكميليه، في سياره فاخره الى غير ذلك. هذه من الاخطاء ديال راس مال اللي كيكون زايد اكثر على المشروع. علاش؟ لانها كتادي انك كتستثمر واحد المجموعه ديال الفلوس كيستنزفوها لك المظاهر، وكتهمل الامور الاصليه اللي فيها خاص تكون الطاقه. الامور الاصليه شنو هي؟ الامور الاصليه هي الزبناء والمحافظة عليهم والتوجهات ديالهم والمعاملة معهم وبصفة عامة، ثم السوق، العرض ديالو فين كاين الطلب، فين كاين كذا، التغيرات ديالو، التقلبات ديالو الى غير ذلك. اذا هنا هي كيبدا بواحد المشروع كيخسر عليه واحد المجموعة ديال واحد المبلغ زائد على المسائل اللي هي كتكون ثانوية، كتكون غير تكميلية. فاذا به ملي كيدوز واحد المدة كتلقى بان ديك المسائل اللي خسرها على المسائل الزينه اللي كتكون زائده كتلقاها بانها تلاشات، القيمه ديالها ما بقاتش، وبالتالي كيتعرض للاستنزاف. اذا راس المال خاص يكون موازي للمشروع، ومن اللي احسن المشروع يمشي بواحد المقياس، وحتى الا تزادت شي حاجه خاصها تكون موازيه للنجاح ديال المشروع. الا زدتي استثمرتي حتى كيكون نجاح موازي. كما انه من الاخطاء كذلك اللي كتأزم الوضعيه ديال المشاريع هو الخلط ما بين الميزانيه ديال المشروع والميزانيه الخاصه ديال مولاه. ما كينكونش واحد الفصل، يعني مثلا الميزانيه ديال المشروع بوحدها، ثم داك الاجره باش كيتحرك السيد او المصاريف ديالو هو الخاصه ما كيفصلش، كتلقاه مثلا كيخلط. هذه من المسائل اللي كتهدد المشاريع. مثلا كتكون شي ماذا خاصو مثلا يخلص التعليم، او خاصو يخلص المدرسه، او الصحه، او السفر، او الى غير ذلك، كتلقاه مثلا كيهز من المشروع ويعطي، يعني كيخلط، يولي عاوتاني يجبد من جيبه وينزل عاوتاني في لاكيس ديال المشروع. هذا الخلط هذا خطير جدا. علاش؟ لان ما كتخليش المشروع يضبط الحساب ديالو، يعرف راسو واش طالع واش نازل.
هاد عدم الخلط هو اللي كيربك المشروع، وما كيعرفش الانسان الاتجاه ديالو، يعني كيبقى غير غادي وكيخلط. وحتى الا بغى يحسب في الاخر باش يعرف راسو الوضعيه ديالو والمقاوله ديالو والمشروع ديالو، بغى يدير لها واحد التقييم طالع ولا هو، ما كيكونش عنده داكشي مضبوط. من الاحسن، ماشي من الاحسن، من الواجب، من المفروض يكون واحد الفصل. مثلا عنده هو المشروع ديالو، كيهز داك الاجره ديالو هو الخاصه اللي كيحتاج واحد المبلغ الشهري، كيحطو جانبا وما يخلطش. وحتى في الحساب البنكي كيفصل من داكشي اللي ديالو ديالو وداكشي اللي ديال المشروع ديال المشروع. هذه من الامور اللي كتخلط وكيكون الخلط. واحيانا كنلقاو انسان عنده جوج وثلاثه واربعه ديال المشاريع صغرى او متوسطه او الى غير ذلك، كتلقاه كيخلط، كيوقف عليه مثلا هذا خصو يتخلص فسميتو، يهز من هنا ويخلط من هنا ويهز من هنا ويرد هنا، يهز من هنا ويرد هنا، وفي الاخر 100% ما غادي يبان له حتى شي حاجه. حتى الا كان شي مشروع واحد ناجح ما غاديش يبان وسط ديك الفوضى، وبالتالي غادي صعب عليه يعرف فين هو اللي ناجح وفين هو اللي فاشل. وهذاك المشروع اللي فاشل غادي يضرق على كل شيء، يفشل له كل شيء. اذا خص يكون واحد الفصل ما بين العام وما بين الخاص. من الاخطاء الكبيره ايضا اللي كتنهك بزاف ديال المشاريع، وهذا الشيء كله النقط اللي كنتكلم فيهم راه عن تجربه وعن مخالطه مع يعني الكثير من الحالات. من الاخطاء كذلك هو الانسان في الاداره ديالو للمشروع كيدخل الاصدقاء والاقارب، يعني ما كيفرقش ما بين المعامله الخاصه الشخصيه اقارب وصله الرحم الى غير ذلك والتسيير ديال المشروع ولا ديال المقاوله. ملي كيدخل هاد المسائل الخاصه وهاد الاعتبارات الخاصه وهاد الاعتبارات العائليه في التسيير ديال المشروع، غالبا 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 كيؤدي للفشل. علاش؟ لان هاد الطريقه هادي كتخلي الانسان كيعتمد على اعتبارات ادبيه ماشي مسائل اللي هي تجاريه. المسائل التجاريه كتعتمد على الخبره، على الكفاءه، وعلى النزاهه، وعلى الامانه، وعلى الاستقامه، وعلى العطاء الجيد. هذا اي مشروع تجاري. والمعامله خاصها تكون معامله نظاميه، ما فيهاش هذا كذا هذا كذا، هذيك الامور ديال هذا كذا هذا كذا خاصها تكون بوحدها. وشحال من مشروع يعني بدافع ولا بديك العاطفه ديال العائله، او شحال من اب مثلا يدخل ولاده او يدخل نسابه او الى غير ذلك، هذه الحالات كلها كتؤدي الى فشل المشاريع. لان اول شيء بعدا كتؤدي لاهمال الكفاءات، بحيث انه الاقارب كيغلبوا على اصحاب الكفاءات اللي كيكونوا مثلا من برا وكيؤديوا النفور ديالهم. ثانيا كيصعب على رب المشروع انه يقوم العمل ديال شي واحد، او اللي يجازيه، او اللي يكافئه، او اللي يعاقبه، او اللي حتى يصارحه. يعني ما كيبقاش يضبط سير ديال المقاوله، وكيفقد السيطره ملي كتدخل عوامل عائليه، وكتولي المقاوله يعني في اليد ديال مهب الرياح. وبالتالي هذوك الافراد ديال العائله ولا الاقارب اللي كيجيبهم المقاوله بدافع العلاقات او الحنان الابوه او المصاهره او الى غير ذلك، كتنقلب العكس ديالها الضد ديالها. والعائله والاقارب الا كنتي كتبغي لهم الخير هي بعدهم من المشروع. وحتى الا دخل شي واحد خاص المعامله ديالو تكون معامله كايها الناس، النقد، التقويم، التوبيخ، الضبط، انضباط الى غير ذلك، بحيث ان العمل عمل والظروف الخاصه ظروف خاصه. وهذه من المسائل الاخطاء اللي كيطيحوا فيها المشاريع اللي كتدخل جانب العائليه. والمسائل العائليه ما خصهاش تدخل، بالعكس المقاوله خص يكون عندها واحد استقلال في التسيير، واحد استقلال مالي واعتبارات مستقله. اما طريق الدخول ديال العائله الاقارب والاصدقاء هذه ماشي ما خصهاش تكون، ولكن على حسب الكفاءه والخبره والنزاهه، وما تاديش الى الفوضى في التسير ديال المقاوله. من الاخطاء ايضا
ايضا بعض المشاريع كتفشل بسبب الغرور اللي كيحصل لاصحابها، بحيث انه شحال من مشروع كيدار كيعطي نتائج باهره من الاول، يا اما كيكون طالب في السوق، واما كيكون عنده فكره جديده جيده، واما كيكون عنده شي سابق، واما كيكون عنده شي حاجه مزيانه فكيحقق واحد النجاح. هنايا كتلقى مولاها بسرعه كينتقل الى فتح فروع، يعني كيبني على داك النجاح الاول وكيتصاب مولاها بالغرور، فكيبدا يفتح مثلا فروع، او لا كيبدا يتوسع، او لا كيشري محلات، او لا كيتوسع. فاذا به كدوز واحد الوقت الامور كدور، الرياح كتقلب، هذاك الربح السريع وداك النجاح السريع كينقلب الى سقوط سريع. هذه من الاخطاء، يعني دائما المشروع ما عمر الانسان يحكم بالنجاح او الفشل من خلال الاشهر القليله اللي كتعقب البدايه ديال المشروع. يعني كل انسان يتأنى، علاش؟ لان السوق يتقلب والسوق ما كيكونش ثابت، فما خصش يكون الغرور، وفي نفس القضيه ما خصش يكون عاوتاني الغرور الاقتناع بالفشل. فملي كيبدا المشروع فإلا نجح بسرعه ما خصوش الانسان يتغر حتى يشوف السوق كيفاش غادا تستقر، وإلا فتح الانسان وتصاب صعوبات في الاشهر ما خصوش عاوتاني يتحطم ويحكم على راسه بالفشل وينسحب، لانه النجاح والفشل ديال المشروع ما كتكونش على شهر او شهرين او ثلاثه او حتى ست شهور او عام او عامين. النجاح والفشل ديال المشروع كيكون على واحد المده، على واحد المده، الاغلبيه ديال المدد، الاغلبيه زعما كمعدل كتلقى الاغلبيه ديال المشاريع حتى كيسالي عامين عاد كيبدا يجمع الارباح ديالو. فلهذا خص الانسان يصبر، ما عدا الا كانت شي استشاره ديال انسان خبير اللي كينصح وكيعرف اش كيقول وقالو وقف. في هاد الحالات الاستثنائيه الانسان خصو يوقف، اما في الحالات الاخرى ان الانسان ما جبرش اقبال او الى غير ذلك راه خصو يكون الصبر، وماشي غير الصبر مثلا والانسان يبقى كيتفرج، لا، ملي تصاب بصعوبات في الاشهر الاولى خصو يحاول ما امكن يفكر في الطرق ديال كيفاش يتكيف مع السوق. اذا الغرور ما خصوش يكون، وبزاف ديال اصحاب المشاريع اللي تغروا واستثمروا اموال طائله فاذا بها بسرعه داكشي كله كيمشي. الا انه هاد المجموعه ديال الاخطاء اللي ذكرت راه ما خصهاش يدفع الانسان يرجع للور، لا بالعكس، خص الانسان يدفعوا انه دائما يعيد النظر في طريقه ديال المشروع ديالو باش ينجح. والمشاريع كتبغي المبادره، كتبغي الشجاعه، كتبغي ان الانسان يكون شبه مغامر، ولكن حنا عرضنا الاخطاء اللي كيرتكبها الانسان غالبا بحسن نيه، لان دائما الفشل كيجي من الجهات ديال الانسان اللي كيعتقد بانه يفعل الشيء الحسن. اذا من هذه المسائل اللي كتكون عن حسن نيه كيوقع الفشل. اما من ناحيه ديال الانسان انه يقدم على واحد المبادره، يقدم على واحد المبادره، ولكن ما ينساش بانه هذيك الشروط خاصو يحترمها وخاصو يحترم ديك القواعد، وفي الاخر غادي يكون النجاح ديالو. ماشي مثلا تكون اخطاء ذاتيه كمثلا التسرع او الغرور او الى غير ذلك ويقول لك بانه راه السوق سوق خاوي، لا، اذا يحيد الانسان الاخطاء اللي ماشي ديالو باش ديك الساعه ملي كيصفي عاد كتبقى الا كاين شي عوامل اخرى اللي كتكون موضوعيه كيصعب، ولكن اصعب الامور هي الامور اللي كتكون عوامل ذاتيه. نكتفي بهذا القدر الاخوان والاخوات، شكرا على الانتباه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.